مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اكدت الحكومة انخراطها الكامل من اجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الساميين بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والذكرى 63 لثورة الملك والشعب بكل حزم ومسؤولية. وثمن الرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط عاليا مضامين الخطابين الساميين، مهيبا بالسيدات والسادة الوزراء إلى التعبئة وتجدد كل حسب موقعه ومسؤولياته من أجل التفعيل السليم لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله، وإلى التسلح بثقافة التفاؤل عفوا والطموح الإرادي. كما دعا لذلك صاحب الجلالة من أجل المساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة. فبخصوص القضية الوطنية الأولى، قال السيد أخنوش إن الحكومة تنوه بالمكتسبات التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك إنصافا للموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء، مشيدة بالمواقف الحاسمة لجلالة الملك تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة. وأضاف قائلا أخنوش داخل الحكومة بتماسك الجبهة الداخلية، وندعو إلى مواصلة التعبئة الشاملة ورص الصفوف للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة. وفيما يتعلق بوضعية المرأة، أشاد السيد أخنوش بحرص جلالة الملك على النهوض بها وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها، مبرزا أنه بعد أن شارك إقرار مدونة الأسرة سنة 2004 منعطفا تاريخيا بامتياز وثورة اجتماعية هادئة وقع عليها الإجماع من لدى كل أطياف المجتمع، أبرز تفعيل مضامينها بعدد من الوجهات بمقتضياتها في سياق العناية بالأسرة عموما وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين التزاما باقتصاد الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المعتدل. وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، يضيف السيد أخنوش، ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية الملهمة ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها. وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وفقا للبرنامج المحدد لها، كما أكد جلالته على ذلك، قال السيد أخنوش إن الحكومة ستواصل لورش استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميم على كل مغاربة نهاية هذه السنة، خاصة الإجراء والمستفيدين من نظام راميد. وفي هذا الإطار يضيف رئيس الحكومة، سيتم تعديل القانون 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وترتيب الآثار القانونية الخاصة بإدراج مستفيدي نظام راميد ثم إحالته على البرلمان في أقرب الأجل. وأكد أنه بالموازاة مع ذلك ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العملية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليو 2022 على مشروع القانون الإطار رقم 622 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية تم إحالته على البرلمان، ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إحالة جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بها في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي بالمملكة. والتزاما بالأجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، قال السيد أخنوش إن الحكومة ستبدأ هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، فأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار. وأوضح أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليو 2022 على مشروع القانون الإطار للميثاق الجديد للاستثمار والذي تمت إحالته على البرلمان، أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي تتم عرضها على المجلس
المجلس الحكومي في صدور القانون الإطار. وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللامركزية للإدارة والرفع من مستوى المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي، وكذا توجيه منظومة الصرف العمومية وتحسين أجل الأداء. وعلى صعيد آخر، تمنى رئيس الحكومة دعوة جلالة الملكة إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتوطيد ارتباطهم بالوطن من أجل اعتبار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على وضع اقتراحات وتفعيل إجراءات من شأنها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، فضلا عن العمل على تسيير استثماراتها مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار. وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق مدرسة ذات جودة للجميع، مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي حول هذا الورش الإصلاحي المهم والتي تتمركز حول مجموعة من المحاور الأساسية. وأكد السيد أخنوش بالمناسبة أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعم مالي يقدر ب 105 مليون درهم لتعويض ارتفاع تكاليف الورق والطباعة. مشاهدينا الكرام، تابعي قناة شوف، كنا معكم مباشرة من مدينة الدار البيضاء. إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.